السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة طبعا رايحين المصيف، وقلنا بقى ناخد جولة كده. واحنا رايحين دلوقتي احنا عاملين الحاجة وركبنا العربية، شايفين ولسه في حاجة تانية في ال العربية. قالي ايه محمد؟ سلم على الناس. يا جماعه من كفر الشيخ احنا على الدوله اهوت حبايبنا. ايوه احنا على الدوله، انتوا شايفين بس عملوا بلشه كلنا طبعا يا جماعه رايحين واخدين شقتين فوق بعض. واخدين يا جماعه 10 ايام. ام سوزي قدامنا كام كده؟ ساعه كده ونص. ساعه ونص يا جماعه. ام سوزي قدامنا كتير يا ام سوزي. الزهرة جنبه يعني هو لازق فيها صح؟ ده ميدان الزهرة يا جماعة، الكل طبعا هتشوفوه بالليل هنا، هصورهم لكم ان شاء الله. يعني احنا نعتبر وصلنا شوية مريضة. ادخل بقى من الشارع ده اهو. وصلنا يا جماعة اهو. نازلين وصلنا. العمارة الفيلا ولا العمارة اللي احنا قاعدين فيها؟ نعم يا مامي. محمد اهو. وصلنا يا جماعة اهوت. خدوا بالكم انا هطلع الاول عشان اصور الشقة الاول. ايه يا جماعة؟ نطلع بقى اهو. اصور لكم برضه جولة في الشقة. شايفين؟ ومعانا كده واحد يا جماعة واحنا في ايه دور؟ احنا في الدور الثاني. الملاهي هناك اهي. ايوه. السلام عليكم. صح النوم. بصوا يا جماعه شكلي زباله، بس اوكي يعني نطلع نغير ونظف حاجات كده. اسكتي يا دالي. نزلوا حاجه انا اهو. يلا نزلوا حاجه يا رساله. احنا الحلوه ازاي؟ الملاهي هناك اهي. مش لسه عيد. ده يعتبر بالنسبه لنا تالت او رابع. بس احنا يعني لو وقفنا في البلكونه ممكن نشوف البحر، بس مش من قريب قوي يعني. هاي يا حته الكاميرا في وشي هتصور. نزلوا الحاجه بقى واعرفوا حياتنا من الحاجات. نزلوا حاجه بقى. يلا انا هطلع بسرعه عشان اشوفها هي فين الولاد. نعم يا بابا. طبعا كل واحد عارف حاجة. حط الشوانة اهو. لا 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 انت شنطتي يا امي. اطلع يا احمد. انا بالراحة بقى لاني في الكوباية. نعم ياسمين كل شويه. ايوه شويه عشان اشوي فراخ. ودي يا جماعه عشان نفس الفرق. كفته يا جماعه وفراخ ومحشي واعمل محشي. عندي يعني الحاجه دي كلها، كل الحاجه اللي معانا. طب احنا هناخد التاني ولا التالت؟ احنا هناخد التاني ولا التالت؟ الشوايه دي مش
هو الفراخ والكفته دي هم المحشي لازمته ومحشي وبانيه وكله يعني وبشاميل وكله كله كله على بعض. جماعه بصوا يا جماعه زرعين بلح ولا روح لي لحت الشنطه الثانيه ده ايه زرعين بلح يا جماعه الحق زرعين بلح والله اه يا دالي انا حاسه الكوبايه تايه من محمد ده نص ما فيهوش بيت الكسره الكسره هاخد كوبايه كوره الفاضيين بيلعبوا. انا هشغلهم كل ساعه البحر. العربيه دي تاني باذن الله ان شاء الله انها هتبقى تيجي تاخدنا تاني باذن الله يعني. بس واحنا مروحين نقضي بس بقى ال 10 ايام دول. طب نلعب على البحر مش دلوقتي. يلا يا مش المهورته كنا نزلنا اصلا من قبل ما نيجي كمان تبقى عامله حسابها اصلا قالت لبابا تعال دخلت هصور عادي عادي وهي وسخه عادي طبعا معانا من الحمام دي المطبخ واحنا تحت ولا فوق فين تحت ولا فوق هيبقوا تحت يا محمد هات يا ابني يلا عم شايفين يا جماعه عند البلكون هي مفتوحه المفتاح اي هم رايحين احنا نزلنا يا جماعه ما خدناش الشقه اللي فوق وهم خدوا الشقه اللي تحتنا اللي تحتنا بالظبط مطبخ اهو ده في الشقه اللي تحتنا فين الشقه هنا في تلاجة دي أوضة وفين قدام فين الكومودين دي فيها شاشة وهي قالت لنا هتجيب لنا شاشة في اللي فوق أو التلفزيون لا مفيش بس هي هتجيب هتجيب ما بدل ما موتها لك فوق ما هي لازم تجيب أمال إحنا لحد ما نخش الشاشة هي ولينا قدام عادي كبيرة كده حلوة يعني اه حلوة هجي وسهلك امي ده بتزرغت عشان احنا في فرح اما تحت امي بيجيبوا الحاج يمو سوزي امو سوزي سيح هما دور تاني واحنا دور تالت تعال 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 تفضل يلا هم مش لغاية ايه دي بس اللي على فكرة المطبخ ده حلو شوية اشوف اهم حاجة البدايه اهم حاجة بس ما بقاش لسه هتجي نعم صور المراحل يلا يلا لا ده كده يعني تخبي ما بتنضفي ده بيني اه ربنا اسلم الشقه دي لازم تنضف اشكال لابد تجيبي كده لكم شنطه دي اه مش عارف انا شنطه استنى بس لا بعد ما اخلص استنى استنى اي حاجه انا عايز اخدوها يا رجالي يا فين الواد الثاني وده ايه نعم بصور مش انت عايز اخلي بره الله يا جماعه الأدى والله الهوا بصوا الله 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 هنحط بقى هنا شاشه او التلفزيون هنا في الحته ده 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 رضا حاجه صعبه اصبر شويه مفيش تعالى يا رضا شوف انت احلى شقه هنقعد بقى هنا على الكنب والله هنا هوا هوا عايزين ناكلوا في سيخ مش عارفه عايزين نفسكم ناكلوا في سيخ ازاي بصوا يا جماعه الدنيا هنا والدنيا حلوه كده بتاعتنا حلو على فكره التساحه التساحه اللي جوه حلوه على فكره عن اللي تحت ده اللي تحت الشقه اللي تحت بالدغدغه في الشقه اللي تحت اسكتوا مالكوش دعوه بينا بعد كده خلاص جينا جراس بعكس كده شكله يا دالي بس دالي نحط الاكل في الثلاجه كده يا جماعه نكون خلصنا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتات عشان يوصلوكوا الجديد يلا يا محمد سلام سلام